ايوه يا فندم، ازيك يا استاذ بهجت؟ الحمد لله حبيبي، اهلا وسهلا. انا عندي رساله للشعب المصري، رساله مهمه والله. اتفضل. قصتهم كم السلام عليكم استاذ بهجت. مش احنا قلنا الناس اللي من آل سعود انتوا غير مرحب بيكم على الاقل لمده اسبوعين، اقعدوا واسمعوا وتعلموا من الناس ازاي تحترموا زي ما بنحترمكم، لكن انتوا شويه اندال ولاد وسخه، بنديكوا الفرصه بتقل ادبكم يا اولاد الشرموطه، والسلام عليكم يا استاذ بهجت ومش عارف ايه يا استاذ بهجت، وانتوا بتكونوا اولاد شرموطه خوالات متنكين، بتنيكوا بعض بالليل وتطلعوا الخرا بتاعكم يا اولاد الوسخه، اغسل كيسك كس امك كويس قبل ما تتناك، مش تيجي تطلع خراك علينا يلعن ميتين وام البطل اللي جابتك. عشان شوية خوالات وشراميط يا متنكين، مش عيب؟ بنديكوا الفرصة تعبروا عن رأيكم اللي عمركم ما أخدتوا الفرصة لا في المملكة ولا بره المملكة، طول عمركم مهمشين بيعاملوكم معاملة الخنازير والبهائم، ولما نعاملك معاملة البني آدمين تشتمنا وتنزل وتقل أدبكم. أستاذ بهجت علي صوتك. الراجل حرق كرسه بسببك. أنت راجل خول مش كده؟ أدي خول تاني. ادي اتنين خولات ورا بعض، هم بيهلوا ورا بعض كده، قاعدين لما واضح عاملين حفله دعاره وتليفونات معاهم، يلا نتصل يلا نتصل يلا 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 يلا. معانا مين يا فندم؟ الو. ايوه يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معاك خلاف. اهلا وسهلا. صلاح بيقول لك تانية. طيب صلاح ده خليه يلعب في قصمك هناك يا ابن الوسخ. عيال ولاد متناكه صحيح. عيال ولاد متناكه فعلا فعلا والله، ولاد متناكه انتوا عيال زنا فعلا. زنا زنا قول فصل. هتقول لك اصل امه وابوه وقص امه، هي في واحده شريفه تجيب الخلق بنت المتناكه دي؟ في ايه؟ الو. طيب يعني حضرتك قاعد بس عشان نسمع الترنتن ترنتن ايه؟ بتلعب ماريو ولا زماريو؟ عيال ولاد وسخه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويش دك السيسي غي خوزقك. من المرة الشرموطة يا خول يا متناك يا علق يا ابن الشرموطة يا خول. انت قاعد في مصر يعني مفيش حد ينيكك في المغرب يا كصمك، نازل مصر ولا في تونس نازل مصر ينيكوك هناك يا ابن المتناك يا خول، اتفخص على البطن اللي جابتك يا بغل يا ابن المتناك. خلاص يعني عقمة المغرب ان تخلف راجل ينيكك يا ابن المتناك نازل مصر العساكر ينيكوك هناك يا خول. ايوه ما انت ما تطبقليش الاخوان وتيجي تولع في نفسك وتقول لي حسب الله يا حبيبي. ايش عرفك انه اخوان؟ يبقى انت راجل بتكذب عليه ليه؟ بتفتري عليه ليه؟ وبتكذب على الراجل ده؟ الراجل ده انا ما بفتريش عليه. انت دلوقتي شفته شارب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. انت دينك ايه يا حبيبي؟ انت دينك ايه؟ دينك ايه يا حبيبي؟ دينك ايه؟ دينك ايه؟ انا بوذي مالكش دعوه بديني. اعرف بقى انت مش بتتكلم. اسمع يالا عندي دين عنك. اسمع يالا ولا اسمع يالا اسمع ولا ده اكبر منك ده انت ابوك يا اسمع يالا يا ابن الكلب يا خول يا متناك يا ابن الشرموطه. انت بتتكلم يلعن قص امك يا ابن متناكه. انت لسه قايل انت درزي يا ابن المره المتناكه يا خول. انت حر في دينك. انت دلوقتي يا ابن المتناكه بتحاسب الراجل وبتقول عليه اخواني ومش اخواني من شربه للماء يا ابن المره المنتاكه، ولما اقول لك دين قص امك ايه؟ تقول لي انت مالك ومال ديني؟ يا ابن المتناكه انت افترضت الراجل ليه اتجاه معين رغم ان ابوه مات. الله يلعن قص امك وقص ام البطن اللي بلدنا بيك يا ابن الكلب. ايه الفجر اللي انت فيه يا ابن المره الشرموطه ده؟ ايه الخسه والنداله يا ابن المره المتناكه ده؟ تدي لنفسك الحق ان انت تفتري على الراجل وتصنفه تصنيف انت ضده يا ابن المتناكه. فانت بتدي لنفسك الحق يا كسومك. ولما اسالك اقول لك دينك ايه تقول لي انت مالك واحد على سيادك؟ يا ابن المتناكه يا ابن المره المخروقه يا خول يا متناك، فخص على البطن اللي جابتك يا ابن الوسخ. طبعا بكسومك بقى داخل تضحك ببهجه، تضحك على بهجه صابر وهتسرح بيه وهتاخده هناك عند الفضاء عند الجالاكسي وتدخله الهول الاسود. هتدخلني الهول الاسود طيزك يعني يا ابن الوسخ. بخس عليك يا ابن الشرموطه يا قارح. الواحد لما بيشوف خول وقارح بتبقى مشكله. السلام عليكم، معكم من المغرب. اهلا وسهلا.
احنا نحبك بزاف اخ باجت. شكرا يا فندم. و حبابك الذي احببك امك بنيك. المغرب المغرب بتعالى سعودي يقص امك، تتصل بها ساعة المغربية كده مثلا يعني من قصر المنتاك ولي العهد ابو طيز وسع كده محمد بن سلمان كان كده ماشي يقص امك. اهلا وسهلا بيك.